العائلة ديالنا أحلى عائلة. ايتما ديسما ازول فلان، السلام عليكم احلى عائله. كنتمنى من قلبي تكونوا بخير وتكونوا بسيت البيت وتكونوا مرتاحين. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، رجعت لكم فيديو جديد. اليوم ما غاديش نطول عليكم بزاف في الهضره لانني بغيت نوريكم كواليس التصوير. ديما كتشوفوا فيديو مقاد مونطي، البيت مقاد، كلشي هو هذاك. اليوم غادي نوريكم شنو كندير قبل ما نصور، يعني وفي التصوير ومن مورا التصوير. يعني اليوم غادي تكونوا معايا كاملكم فهاد نص مترو ديال البيت. هاد اللقطه دابا هي اول حاجه صورتها، لان يلاه بديت كنكتب سكريبت ديال الفيديو. قبل ما نصور اي فيديو كنكتب شنو بغيت نوصل من هذاك الفيديو، كندير العنوان وكندير حتى المينياتور. مثلا بحال هنايا، هذا هو الفيديو اللي حطيت البارح ديال لوكبوك. شوفوا راه درت المينياتور، رسمتها ودرت فيها انا زعما واقفه 3-4 ديال التصاور، ولكن في المينياتور مازال خدمت غير 3 حيتاش كانوا التصاور كبار، ما جاونيش فيهم 4، غادي يجوني هكا معبجين بزاف، ودرت غير 3. المهم باش تعرفوا اني كنحط كاع التصاور ديال الفيديو قبل ما نصور. وهذا هو الفيديو ديال الاجهاض، حتى هو كتبته بحال هكا وحتى هو صوبت ليه المينياتور قبل. المهم علاش كندير هاد العيبيتيكا هادي؟ باش نكون انا مرتبه في الافكار وفي الخدمه، باش نكون مرتاحه، لان الا ما كنتش عارفه شنو غادي نقول كنتخربق، تنولي كنعاود الفيديو 7 المرات 8 هاد المرات. داكشي علاش كنحاول اني نكتب، واخا كنكتب راه كنبقى نعاود في الفيديو، كنبقى نعاود في التصوير، ولكن ماشي بحال زعما الا ما كتبت والو ولا ما كانش عندي حتى شي فكره. فهاد الفيديو دابا ديال اليوم يلاه كتبت هنا، اجي تشوفوا كواليس التصوير ورسمت المينياتور، ولكن مازال ما عرفتش شنو غادي ندير فيها. يعني هذا الفيديو اللي غادي تشوفوا دابا راه يلاه غادي نوجدو ونخليكم حتى نوجدو ونرجع. واول حاجه طبعا اللي كنبدا بها التصوير، من بعد ما كندير الكاميرا تشارجا، دابا كنصور بها، ولكن نورمالمون في هذا الوقت كنكون حاطه هكا تشارجا، كندير المرطب لوجهي واخا كنكون دايره، ولكن كنعاود ندير المرطب الا كنت غادي ندير البيبي كريم، ولا الا كنت غادي ندير زعما الفون دو تان ولا شي حاجه. واخا الفون دو تان ما عمري ما درتها في التصوير الصراحه، غير الا كنت غادي ندير البيبي كريم. شي مرات كنصور بلا بها، وفمي راه درت ليه هذا ديال الفازلين وعكر الفاسي، صوبتهم ليا صفية اختي. وهاد اللبسه نيت باش غادي نصور، نورمالمون في هاد الوقت ما كنكونش دايره الحجاب، ولكن وقررت ما غاديش ندير البيبي كريم، ما درتهاش، صافي درت غير مرطب بركه، وراه الفازلين دايرها. طبعا الا بغيت نصور كنمسحها، لان غادي نبقى مخربقه، ما غاديش نهضر على خاطري، اللهم نحيدها. المهم كتكون ديجا رطبات ليا فمي وخلات ليا هذاك اللون هكا واحد الغوص خفيف. اكثر حاجه بغيت نوريها لكم اليوم هو البنات اللي كيصيفطوا ليا سعداتك بيتك ديما مقاده، واو ديما لا بيتي ما كتكونش مقاده، وغالبا غالبا كنصاوب بيتي ماشي ديما، يعني شي مرات كنجلس عليها 4 ايام ما كنصاوبهاش، 5 ايام ما كنصاوبهاش، كنخليها كيف ما هي. الا كنت مثلا بغيت نصور كنعكز عوض ما نجمعها كامله، كنجمع غير ديك لابارتي اللي غادي تبان في الكاميرا هي اللي كنجمع، وكنخدم ترونكيل، وانا راه حواليا واحد الروينه انا بوحدي اللي كنشوفها. وهذه هي البلاصه اللي كتشوفوا ديما ورايا مقاده، نورمالمون هكا كتكون الزيوفه، البيجامات، جلابتي كنخرج بها فاش كيجي عندي ليفرور، كنمشي نجيب عندي شي تقليه حدا الباب. المهم روينه والعجب متعجب، وكنلقيها وكتولي بحال هكا، عاد كنجي كنصور غشاشة انا. وهذو الحوايج اللي كنحيد من فوق منهم فين مشاو؟ طبعا فوق الناموسيه ديالي اللي اصلا الكواش ما مجموعينش. وطبعا انا والبروجيكتور كنكونوا لاعبين قشقاش، فين ما درت خصني ندور معايا. دابا غادي نبدل، ما بقيتش غنصور هنا، غنصور لكم هاد الجهه الاخرى، يعني البروجيكتور خصني نهزو ونحطو بحال هكا. كتكون واحد المعضله كبر من هذه، والله حشمت نوريها لكم. نقصت شي حوايج اللي نورمالمون خصكم تشوفوهم. هادو الالعاب ديال وصال، وصال بنت اختي ما ساكناش معنا، جات عندنا فاش طلق الحجر باش تشوفنا، وطبعا رحلات معها الالعاب ديالها كاملين. وكاين مازال 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 خير مازال هاي بغيتي نزيل الكاميرا. المهم غالبا غالبا ماشي غالبا الا لبست شي كسوه، فاش كتشوفوا الفوق مقاد ولا لابسه غير شي قميجه عرفوا باللي تحت لابسه غير سروات البيجامه. والناس اللي غادي يقولوا لي قزامه، قزامه وفيا غير مترو و52، الروينه من مرايا كلشي مخربق، والفيديو غادي نكملو حدا العلاقه، وغادي يبان لكم كلشي واعر، كلشي مزيان، كلشي هو هذاك، ولكن هذا هو الواقع. بغيت ليه بغيت ليه بغيت ليه
لو لي ندير هاد الاغنيه هادي غادي نخلي لكم في لا باغ دانفو الاغنيه ديال تيفاوين سوس جيرانا ولاد الجرف تبارك الله عليهم. وهذا هو السر، قبل ما نصور فيديو ضروري ما خصني نتسنت لتيفاوين سوس ام توكال حاجب الدوديه، المهم خصني نتسنت لشي حاجه خصوصا هاد الربعه هما اللي تيخليوني اني نكون نشطه ونكون فرحانه. داكشي علاش كنجي كنصور لكم الفيديو انا كل طاقه ايجابيه، وتتقول لي كيفاش زعما كتصوري بحال هكا، حيت بصح انا كنكون فرحانه يلا كنكون دار باش يركزها مع ام توكال ولا مع تيفاوين سوس، كيفاش بغيتوني ما نكونش فرحانه كيفاش. وطبعا من حتى جبنا الكواليس جبناهم، بغيت غير نقول لكم واحد لعيبتي كعكا صغيره واحد سميتو انا ما ظريفاش، انا مسمومه تنعترف بها، انا مسمومه ماشي هذه هي شخصيتي، انا مسمومه من النوع اللي كيضرب بحال هكا ياك مزيانه فيك، انا هو هذاك. لا ما خصنيش نقول هادشي لان في هذا الفيديو هذا انا في نقطه ضعف، نقدر دابا نتسمم مع اي وحده فيكم ولا مع اي واحد فيكم يولي يعايرني بالروينه اللي عندي في بيتي، يقول لي سيري الفنانه. لا صافي انا ظريفه ومن مورا التصوير كنشعل البيسي باش كنبدا المونتاج في البلاصه، يعني اون فوا كنصور كنمونطي في البلاصه باش نحط الفيديو باش كنتهنى، لان شنو كندير نهار هي نهار لا ديال التصوير. دابا نهار كنت البارح كنت مرتاحه النهار كامل، فاش كنبغي نصور كنعرف بلي غادي نغرق في التصوير النهار كامل وفي المونتاج، يعني كنخصص ليه نهار ديالو بوحدو وصافي كنبدا كنمونطي. غادي دابا ندير الكاميرا تشارجا على ما نخوي الكارت ميموار في البيسي، وغادي نبدا نصور لكم الطريقه ديال المونتاج. ودابا غادي نبدا المونتاج بفيلمورا اللي هو هذا. اول حاجه درتها هو سديت الكونيكسيون لان فيلمورا غير معاكيه، يا ربي تسمح ليا. وهذا هو البروغرام اللي كندير به المونتاج، ساهل بزاف، ومن نهار بديت كنخدم به ولحد الساعه هو باش كنخدم تيعجبني وساهل وصافي صافي. وهنا كنبدا المونطي، كنحط اول حاجه هي هاد المقدمه ديال الفيديوهات، راه منقصه الصوت في البيسي باش ما يبرصدكمش. هنايا كنمشي انا راه مصوره بالصوت مزيان، ولكن كنمشي عاوتاني كنكليكي على الفيديو دو فوا، وكنمشي لهاد اللعبه اللي كاينه هنايا ديال الاوديو، ها هي هنايا اوديو، وكنزيد الصوت. كاين الفوليوم دابا 50%، غادي نمشي ندير 100% باش كيزيد كيتجهد الصوت. وهنايا مثلا في اللحظه اللي انا كنت قاعد كنرجع لهنايا ياكو حتى طنططل كتحبسني الكاميرا، غادي نمشي نختار من البلاصه اللي انا بغيت نبدا منها الفيديو اللي هي هادي هنايا، وكنكليكي على الفيديو عاوتاني، وكنمشي كندير هاد المقصه هو كاين هنايا، ها هو دابا تقطع، وكنحيد هاد البلاصه اللي كنت كنتقد فيها. ودابا شوفوا كيفاش غادي يكون من لي انترو لايتما ديستما نيشان، ايتما ديستما شفتو صافي ساهل. غادي نمشي عاوتاني حتى اللفان كاملكم فهاد السميترو، وغير باش تعرفوا ان هادشي كامل دابا اللي صورت راه فيه 22 دقيقه تقريبا، وخصني انا نحط لكم الا كثرت 11 دقيقه، يعني كامل داكشي غادي نحيدو. بزاف منكم كيسول ما تديوش على هادشي، دابا نتوما راه معايا بزاف منكم كيسولني على كيفاش كندير كيفاش الناس كيمونطي، ولا حتى الفيديوهات اللي كنصاوب انا كيفاش مثلا كنكون انا بحال هكا كندير بحال هكا وكيتبدل كتبدل البسه ولا كيتبدل البلاصه ولا الزيف ولا داكشي كامل. غادي نحاول اني نوريها لكم في التصوير ونوريها لكم حتى في المونتاج، لان غادي نخدم معكم حتى المونتاج ديال هذا الفيديو اللي نتوما دابا كتشوفوه. فشنو كنديرو مثلا غادي شنو غادي ندير، اول حاجه مثلا غادي نبدل الشده ديال الزيف، ولا غادي ندير غير القب باش يجينا ساهلين، غادي ندير هذه ما فيهاش القب نسيت غنبدل الشده ديال الزيف كنصور بحال هكا كندير هاني صافي. دابا هذه كلها كنديرها، وغادي نرجع للقطه باش نصورها لكم كيفاش غادي نحبسها من تما فاش صفقت، غادي نحبسها هنايا صافي، غادي نقطع ياكو، وعاد غادي نمشي الفيديو الاخر غادي نبدل الشده ديال الزيف مثلا. المهم عارفه ما كتجيش معايا هاد الشده ديما كتقولوا عليها، ولكن هي سمحوا لي كنعاود نبدل شده الزيف وكنعاود ندير نفس الحركه اللي هي
صافي. وهنا غادي نقطع في المونتاج غادي نوريكم كيفاش فرمشت عين الطراق غادي تبدل ماشي المهم زعما حيت غادي نصاوبها في علاش كندوي بزاف حتى المونتاج سمحوا لي تعصبت عليكم. وغادي نمشي ليها وغادي نقطعها حتى هي بهذه الطريقه اوب. هنا فين حبسنا في هذيك الاخرى في الوسطانيه حبسنا تقريبا زربت فيها زربت فيها تقريبا هنايا تقريبا هنايا وغادي تشوفوا دابا النتيجه. وداك الفيديو اللي قطعته حدي تما اللي قطعت غادي نزديه مع الجهه الاخرى وغادي تشوفوا كيفاش غادي يعطي غادي يعطي بحال هكا بحال هكا كبير شفتوا ها هي تبدلات ساهله الشده ديال الزيت كنصور بحال هكا كندير صافي. وهذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى من قلبي يكون عجبكم مازال غادي نهز هذه اللقطه وغادي نزيدها في الفيديو نتمنى يا ربي انكم تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في فيديو جديد على نفس قناه وفاء بردوز خليتكم في حمايه الله.